بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أقول أيها الإخوة، إن نعم الله لا تحصى وآلاءه متعددة. من نعم الله عز وجل على عباده أن يسر العبادة وأن جعلها متنوعة، وأن له لم يحصرها بزمان ولا مكان. تأملوا في هذا الفضل. جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لاحظوا أن هذه العبادة لم تحدد بوقت ولم تحدد بزمان، بل جاءت عامة مع عظيم الأجر فيها. فدعونا نتأمل في فضل هاتين الكلمتين. أولاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. استفيد من هذا حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بدأ بالخبر قبل مبتدأ القول، فلم يقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم يبين الفضل، بل قال كلمتان يقللهما، خفيفتان على اللسان يحث القائل لقولهما، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. الفائدة الثانية: عظم هاتين الكلمتين، وأن الله يحبهما، وأنهما ثقيلتان في الميزان مع سهولة أدائهما. ثالثاً من الفوائد: فضيلة التسبيح والتحميد. واعلم أن العبد إذا قال سبحان الله أي نزه الله عن كل نقص، وإذا قال الحمد لله فالحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. والله يحمد لأمرين: لكماله في أسمائه وصفاته، ولعظيم إفضاله. ولذلك أحسن البخاري لما أن ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد، لأن من التوحيد لله أن تنزه الله عن كل نقص، وأن تحمده لكمال إنعامه وإفضاله وكماله في أسمائه وصفاته. فيا أيها العبد المسلم، أكثر من هذا الذكر، واعلم أنه من التوحيد والعبودية لله أن تنزه الله عن كل نقص وأن تحمده. أكثر من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في ليلك ونهارك، في بيتك، في طريقك، في كل أحوالك، واجمع معها أولئك الكلمات العظيمة. فقد جاء في الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله، أفضل الكلام عند الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما علمت عن الكنز؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ما أسهل الوصول إلى رضا الله من بوابة الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلنكثر أيها الإخوة من هذا الذكر العظيم، فإن من فوائده علينا ما يلي: أولاً، أنه عقيدة، أن تنزه الله عن كل نقص وأن تحمده، وأنه أكبر من كل شيء وعلى كل شيء، وأنه لا معبود حق إلا هو. ثانياً من الفضائل: أنك كسبت عبادة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثالثاً، أنك ادخرت عملاً صالحاً هو خير من الدنيا وما فيها. فإنك إذا قلت سبحان الله، هذه الكلمة سبحان الله هي خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا تذهب وهذه الكلمة أجرها لا يذهب. فالله الله أيها الإخوة، في كثرة ذكر الله عز وجل، وخاصة في هذه الكلمات وغيرها مما ورد فيه الفضل، فإن الأيام أيام الله
تمضي سريعا وتنقضي جميعا. الموفق من وفقه الله لاغتنامها، والمغبون من فرط فيها وتكاسل في عمل الخير فيها. أجمل وأفضل حينما يجد الإنسان في صحيفة أعماله، حينما يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حينما يجد فيها هذا الذكر العظيم الذي يرفعه عند الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.